اكتمل روايات الأب للكاتب الروسي فيودور ميخايلوفيتش دوستويفسكي. الفصل الثامن من الجزء الثاني. كانت تضحك، ولكنها كانت مستاءة في الوقت نفسه. صاحت تقول بلهجة الدهشة والازدراء: إنه نائم. أكنت نائما؟ فتمتم الأمير يقول قبل أن يسترد وعيه. وقد تعرفها مدهوشا: هذه أنت. ها نعم، بيننا موعد مضروب، وقد نمت هنا. لاحظت ذلك طبعا. ألم يوقدني أحد غيرك؟ ألم يجئ إلى هنا أحد سواك؟ ظننت أنه قد كانت هنا امرأة أخرى. امرأة أخرى هنا؟ واسترد الأمير وعيه كاملا. آخر الأمر فقال شارد الدهن: لم يكن ذلك إلا حلما، ولكنه حلم غريب. في هذه اللحظة اجلسي. وشدها من يدها وأجلسها على الدكة، وجلس هو إلى جانبها وغرق في أفكاره وخواطره. لم تقطع أجلايا الصمت، واكتفت بأن تحدق إليه، وكان ينظر إليها هو أيضا، ولكنه ينظر إليها في بعض الأحيان وكأنه لا يراها أمامه. أخذ وجهها يحمر. قال الأمير مرتعشا، أطلق هيبوليت في صبغه طلقة مسدس، فسألته دون أن تظهر عليها دهشة شديدة: متى؟ عندك؟ أمساء الأمس؟ كان ما يزال حيا فيما أظن. ثم أضافت تقول بحرارة: كيف أمكنك أن تجيء وتنام هنا بعد حادث كهذا الحادث؟ قال الأمير: لكنه لم يمت، لم تنطلق الطلقة. وطفق الأمير تلبية لرجاء أجلايا، يقص عليها فورا بتفاصيل كثيرة كل ما جرى في تلك الليلة الماضية. فكانت تستعجله سرد التتمة بغير انقطاع، ولكنها تقاطعه هي نفسها بإلقاء أسئلة كثيرة متصلة لا تكاد تتعلق بالموضوع. وقد اهتمت اهتماما خاصا بما قاله أوجين بافلوفيتش، حتى لقد سألت الأمير مرارا حول هذا. فلما انتهى من سرد القصة قالت: كفى هذا، يجب أن أسرع، ليس أمامنا إلا ساعة واحدة نقضيها هنا، ويجب أن أكون بالمنزل في الساعة الثامنة قطعا، حتى لا يعلموا أنني جئت إلى هذا المكان. وأنا إنما جئت هنا لأمر، تمت أشياء كثيرة يجب أن أنقلها إليك، لكنك قطعت علي تسلسل فكري. ففيما يتعلق فيه بوليت، أعتقد أن مسدسه ما كان يمكن إلا أن يخيب، فهذا يتفق وطبيعة الشخص. ولكن أأنت موقن أنه أراد أن ينتحر حقا، وأن ذلك لم يكن تمثيلا؟ لا، لم يكن ذلك تمثيلا، هذا هو الأرجح فعلا. وقد أوصى كتابة بأن عليك أن تحملي إلي اعترافه، فلماذا لم تجيئي به؟ ألم أقل لك إنه لم يمت؟ سأطلبه منه، جئني به حتما، ولا تطلب منه شيئا. أنا أعلم أن ذلك لا يمكن إلا أن يسره، ولعله لم يشأ أن ينتحر إلا لأن أقرأ بعد ذلك اعترافه. أرجوك يا ليون نيكولايفيتش، لا تضحك مما أقوله لك، إن هذا التفسير قد يكون هو التفسير الصحيح. لست أضحك، فأنا نفسي أعد هذا التفسير جائزا جدا. أنا أيضا، أيمكن أن تكون قد ساورتك هذه الفكرة نفسها؟ كذلك سألته أجلايا بدهشة مفاجئة. كانت تسائلهم متعجلة وتتكلم بسرعة، ويظهر عليها الاضطراب في بعض الأحيان، وكثيرا ما تسكت قبل أن تتم جملتها، وهي في كل لحظة تبادر إلى إبلاغه هذا الأمر أو تحذيره من ذلك. فكان اضطرابها الشديد على وجه العموم، رغم أن نظرتها واثقة بل ومتحدية، ولعلها كانت في قرارة نفسها وجلة. إنها جالسة في أقصى الدكة، تكسوها ثياب بسيطة، فهي ترتدي ثوبا مما يلبس كل يوم، لكنه يناسبها كثيرا. وقد ارتعشت واحمرت مرارا، وقد دهشها أعمق الدهشة أن تسمع الأمير يؤكد أن هيبوليت
إنما أطلق على رأسه النار من أجل أن تقرأ هي اعترافه. قال الأمير شارحا: ولا شك أنه كان يريد بغض النظر عنك أنت أن نغدق عليه بالمديح. المديح؟ كيف؟ أقصد، كيف أشرح لك هذا؟ إن التعبير عن هذا الأمر صعب جدا. لا شك أنه كان يرغب في أن يرى جميع الناس يسرعون إليه فيحتشدون حوله ويعربون له عن عواطف المحبة والتقدير ويدرعون إليه ألا يقتل نفسه. جائز جدا أنه فكر فيك أكثر مما فكر في الآخرين، فإنه في لحظة كتلك اللحظات قد سماك أنت، وإن يكن من المحتمل أنه لم يدرك هو نفسه أنه كان يفكر فيك. أصبحت لا أفهم شيئا. يفكر في دون أن يدرك أنه يفكر في؟ بلى بلى، فهمت، أظن أنني فهمت. هل تعلم أنني أنا نفسي حين كنت بنية في 13 من العمر قد خطر ببالي 30 مرة أن أتجرع سما وأن أشرح كل شيء في رسالة أكتبها لأبوي. كنت أتصور نفسي مسجاة في التابوت وأتصور جميع أهلي يبكون من حولي ويلومون أنفسهم على أنهم كانوا قساة تلك القسوة كلها معي. ثم أضافت تقول بقوة وهي تقطب حاجبيها تقطيبا شديدا: لماذا تبتسم أيضا؟ في أي شيء تفكر أنت إذا حين تخلو إلى نفسك وتخلد إلى العزلة في أحلامك؟ أتراك تتصور نفسك مارشالا يقاتل نابليون؟ فأجاب الأمير ضاحكا: يمينا أن هذا بعينه هو ما أفكر فيه، ولا سيما حينما أنام. ولكنني لا أقاتل نابليون، بل أقاتل النمساويين. إنني لا أمازحك البتة يا ليون نيكولايفيتش. سوف أرى هيبوليت بنفسي، فأرجوك أن تبلغه رغبتي هذه. أما أنت فإنني أرى أن نظرتك إلى نفس فتى مثل هيبوليت وحكمك عليها تشتملان على شر قبيح، لأن فيهما فظاظة وغلظة. إنك امرؤ خال من عاطفة الحنان، إنك لا ترى إلا الحقيقة وحدها، فأنت لهذا ظالم. أخذ الأمير يفكر ثم قال: بل أنت الظالمة في حكمك علي، فأنا لا أرى أي بأس في أن تكون تلك الفكرة قد خطرت بباله. إن جميع الناس يجنحون إلى أن تراودهم هذه الفكرة. ثم إن من الجائز ألا تكون تلك الفكرة قد ملكت عليه نفسه، وإنما هي خاطرة ومضت في ذهنه لا أكثر. لقد أراد أن يوجد في المجتمع مرة أخيرة، وأن يستحق اعتبار الناس، وأن يكون جديرا بمحبتهم، وتلك عاطفة عظيمة رائعة، لكن ذلك كله لم يتهيأ له. ومرد هذا إلى المرض وإلى ما لا أدري أيضا، إن هناك أناسا يظفرون بما يريدون وأناسا يضلون السبيل إلى ما يشتهون، فيخفق كل ما يحاولون إليه. قالت أجلايا: لا شك أنك فكرت في نفسك وأنت تقول هذا الكلام. فتابع الأمير كلامه دون أن ينتبه إلى ما اشتملت عليه ملاحظة أجلايا من مكر. نعم، على كل حال لو كنت أنا في مكانك لما نمت، أما أنت فتستسلم للنوم حيثما توجد، وليس بالمستحسن أن يصدر هذا عنك. ولكنني ظللت سهرانا طوال الليل، ثم مضيت أطوف هنا وهناك، وذهبت إلى مكان الموسيقى. أي موسيقى؟ المكان الذي كانت تعزف فيه الموسيقى مساء أمس. ثم جئت إلى هنا وجلست وفكرت طويلا ثم غفوت. ها حقا، هذا يغير الأمر بحيث يشرفك ولا يضيرك. ولكن لماذا ذهبت إلى مكان الموسيقى؟ لا أدري، ذلك ما حدث. طيب طيب، سنتحدث عن هذا فيما بعد. إنك تقاطعني دائما، فيما يهمني أن تكون قد ذهبت إلى مكان الموسيقى. قل لي، من هي هذه المرأة التي رأيتها في الحلم؟ إنها لقد رأيتها. ثم توقف عن الكلام. فهمت، إنك تحمل لها كثيرا من. على أي حال رأيتها؟ في أي صورة ظهرت لك؟
ثم أضافت تقول بشيء من غضب مفاجئ: على كل حال لا أريد أن أعرف عن هذا شيئا، إنك تقاطعني دائما. لا تقاطعني. وتوقفت عن الكلام لحظة كأنما لتسترد أنفاسها أو لتحاول كظم غضب شب في نفسها، ثم أضافت تقول شبه حانقة: إليك الأمر الذي من أجله طلبت منك أن تجيء، أريد أن أعرض عليك أن تكون صديقي. ثم أضافت: ما بالك تنظر إلي هكذا؟ كان الأمير في تلك اللحظة ينظر إليها فعلا بكثير من الانتباه، لأنه لاحظ أنها عادت تحمر احمرارا شديدا، وهي في مثل هذه الحالة يزداد غضبها من نفسها على قدر ازدياد احمرارها، فذلك يقرأ في التماعات على عينها، حتى إذا انقضت دقيقة صبت غضبها على محدثها في العادة، سواء كان مذنبا أو غير مذنب، فهي تأخذ تناكده باحثة عن أي وسيلة لمشاجرته. إنها لمعرفتها بطبعها المتوحش وبحيائها قلما تتدخل في الحديث، فهي صموت أكثر من أختيها، حتى إنها تتميز بعيب من الإفراط في الصمت، حتى إن ذلك يقع في ظرف حرج ودقيق كالظرف الذي توجد فيه الآن ولا تستطيع أن تستغني فيه عن الكلام، فإنها تتكلم بتعال مفتعل وتكبر مصطنع وهيئة فيها شيء من التحدي، وهي تتنبأ دائما باللحظة التي ستحمر فيها أو ستأخذ فيها بالإحمرار. قالت للأمير وهي ترشقه بنظرة متغطرسة: أتراك لا تريد قبول ما أعرضه عليك؟ فقال الأمير خجلانا مضطربا: بالعكس أريد جدا، ولكن هذا لم يكن ضروريا البتة، أقصد إنني لم أكن أتصور أنه من الضروري أن يصاغ هذا العرض بالكلام. فماذا كنت تظن إذن؟ ما عسى يكون السبب الذي دعاني أن أطلب منك المجيء؟ لعلك تنظر إلي نظرتك إلى صغيرة حمقاء كما يفعل الجميع في بيتنا. لم أكن أعلم أنهم ينظرون إليك نظرتهم إلى حمقاء. أنا لا أنظر إليك هذه النظرة، أنت لا تنظر إلي هذه النظرة. هذا يدل على ذكاء كبير من جانبك، وقد قلت كلامك بكثير من براعة الفكاهة. على كل حال، تبع الأمير كلامه فقال: بل قد تكونين على قدر كبير من عمق الفهم وسداد الفكر أحيانا، من ذلك أنك قلت كلمة ملأة بالحكمة منذ قليل. أنت لا ترى إلا الحقيقة وحدها، فأنت إذا ظالم. سأظل أذكر هذه الملاحظة وأتأمل فيها. احمرت أجلايا لذة ونشوة على حين فجأة كانت هذه التغيرات كلها تحدث في نفسها بسرعة خارقة وانطلاق كامل. وسر الأمير هو أيضا وأخذ يضحك فرحا وهو ينظر إليها، وعادت تتكلم فقالت: اسمع، لقد انتظرتك طويلا لأروي لك هذا كله. انتظرتك منذ اللحظة التي كتبت إلي فيها رسالتك من هناك، بل وقبل ذلك، ولقد سمعت في مساء الأمس نصف ما كان علي أن أقوله لك. إنني أعدك أشرف إنسان وأصدق إنسان، وإذا قيل عنك إن في عقلك مرض فهذا ظلم. إنني مقتنعة بما أقول، وقد دافعت عن اقتناعي هذا، ولئن كان في عقلك مرض حقا لا تؤاخذني إذا قلت هذا، فأنا أفهم هذه الكلمة من وجهة نظر سامية، فأنت تملك من الذكاء الأساسي ما لا يملكه أي واحد منهم، بل إنك تملك من هذا الذكاء قدرا يعجزون حتى عن تصوره. ذلك أن الذكاء ذكاءان: ذكاء أساسي وذكاء ثانوي، أليس كذلك؟ أليس هذا حقا؟ تمتم الأمير يقول بصمت خافت لا يكاد يسمع: قد يكون الأمر كما تقولين. وكان قلبه يدق دقا قويا ويخفق خفقانا عنيفا. وتابعت هي كلامها فقالت بلهجة جليلة: كنت على يقين من أنك ستفهمني،
إن الأمير شيتش وأوجين بافلوفيتش لا يفهمان شيئا من هذا التمييز بين الذكاءين، وكذلك ألكساندرا، ولكن هل تتصور أن ماما قد فهمته؟ قال الأمير: إنك تشبهين إليزابيث ألكسندروفنا كثيرا. فسألته أجلايا مدهوشة: كيف حقا؟ أؤكد لك. قالت بعد لحظة من تفكير: أشكرك، يسعدني كثيرا أن أشبه ماما. ثم أضافت تسأله دون أن تدرك سذاجة سؤالها: فأنت تقدرها إذن كثيرا كثيرا، وإني لسعيد أن أرى أنك قد فهمت ذلك حالا. أنا أيضا سعيدة، ذلك أنني لاحظت أنهم في بعض الأحيان يسخرون منها، ولكن اسمع، إن الأمر الجوهري هو أنني فكرت مليا قبل أن يقع اختياري عليك. لا أريد أن يسخروا مني في البيت، ولا أن يعاملوني فيه معاملة بنت صغيرة طائشة العقل. لا أريد أن يناكدوني ويغيظوني. لقد فهمت هذا كله دفعة واحدة، ورفضت أوجين بافلوفيتش رفضا قاطعا، لأنني لا أريد أن يكون همهم الدائم أن يزوجوني. أريد أن أهرب من البيت، وقد اخترتك أنت لتساعدني في الهروب. هتف الأمير يسألها: تهربين من البيت؟ فصاحت تقول له بحركة عنيفة مفاجئة من غضب: نعم 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 ثم نعم، لا أريد بعد الآن أن يجعلوني أحمر خجلا بغير انقطاع. لا أريد أن أحمر لا أمامهم، ولا أمام الأمير شيتش، ولا أمام أوجين بافلوفيتش، ولا أمام أي إنسان. ولذلك وقع اختياري عليك. معك أستطيع أن أتكلم في كل شيء، في كل شيء، حتى في أخطر الأمور شأنا إذا حل لي ذلك. وعليك أنت من جهتك ألا تخفي عني شيئا في يوم من الأيام. أريد أن يكون هنالك إنسان على الأقل أستطيع أن أكلمه في كل شيء كأنني أكلم نفسي. لقد أخذوا يقولون فجأة: إنني أنتظرك وإنني أحبك. بدا هذا قبل وصولك، ولم أكن قد أريتهم رسالتك، وهم الآن يرددون جميعا هذه النغمة. أريد أن أكون جسورة فلا أخشى شيئا. لا أريد أن أذهب إلى حفلات الرقص التي يقودونني إليها. أريد أن أكون نافعة. منذ مدة طويلة أريد أن أرحل. ها قد حبسوني 20 عاما كاملة، ثم أصبحوا لا يفكرون إلا في تزويجي. لم يكن في عمري إلا 14 عاما حين أخذت أحلم بالهروب. كنت ما أزال صبية حمقاء، والآن رتبت كل شيء وانتظرتك لأحصل منك على جميع المعلومات عن الحياة في الخارج. لم أرى في حياتي كاتدرائية قوطية. أريد أن أذهب إلى روما، أن أزور مراكز علمية، أريد أن أدرس بباريس. لقد أعددت نفسي لهذا، فعلمت على طوال السنة الماضية. قرأت عددا كبيرا من الكتب، بينها جميع الكتب المحظورة. إن ألكسندرا وأديلايد تستطيعان أن تقرأ كل شيء، ذلك مسموح لهما به. أما أنا فهذا محظور علي، وهم يراقبونني. لا أريد أن أختصم مع أختي، ولكنني أعلنت لأمي وأبي منذ مدة طويلة أنني أنوي تغيير حياتي تغييرا جذريا. لقد قررت أن أعنى بالتربية، وإني لأعتمد عليك. فقد قلت لي إنك تحب الأطفال، هل تعتقد أن في وسعنا أن نعنى معا بالتربية؟ إن لم يكن الآن ففي المستقبل على الأقل، سنقوم معا بجهد مفيد وعمل نافع. لا أريد أن أكون بنت جنرال. قل لي، أنت وجل غزير العلم واسع الثقافة؟ لا بتاتا. خسارة، كنت أنا أظن. كيف تخيلت هذا؟ لا ضير، ستوجهني وسترشدني على كل حال ما دام اختياري قد وقع عليك. هذا مستحيل يا أجلايا إيفانوفنا، صاحت أجلايا تقول، وقد أخذت عيناها تتقدني من جديد. أريد أن أهرب من البيت، فإذا لم توافق أنت
فسأتزوج بجبريل أردالونيتش. لا أريد أن تنظر إلي أسرتي نظرتها إلى فتاة شريرة وأن تتهمني بما لا أدري من تهم. هتف الأمير وهو يكاد يثب من مكانه. أأنت تملكين عقلك أم لا؟ بماذا يتهمونك؟ ومن ذا الذي يتهمك؟ جميع من في البيت، أمي، أختي، أبي، الأمير شيتش، وحتى صاحبك السيء كوليا. وإذا كانوا لا يقولون لي شيئا أمام وجهي، فهذا لا ينفي أنهم في دخائل أنفسهم يفكرون في ذلك. لقد صارحتهم جميعا بهذا، وصارحت به أمي، فمرضت أمي من ذلك طوال النهار، وفي الغداء قالت لي ألكساندرا هي وأبي إنني لا أدرك حتى معنى هذا الهدر السخيف وهذه الكلمات التي أستعملها. فرددت عليهما قائلة بلهجة القطع والجزم إنني الآن أدرك كل شيء وأدرك معاني جميع الكلمات، وإنني لست الآن بنية صغيرة، وإنني قرأت منذ سنتين روايتين من تأليف بول دي كوك. قرأتهما خصيصا لأطلع على كل شيء وأعرف كل شيء. فحين سمعت أمي سمعتني أمي أقول هذا الكلام أوشكت أن يغمى عليها. ومضت في ذهن الأمير فكرة غريبة. حدق إلى أجلايا وابتسم. كان يصعب عليه أن يصدق أن أمامه تلك الفتاة المتعالية، نفسها التي قرأت له في الماضي بكثير من الكبرياء المستفزة رسالة جبريل أردالونيتش. لم يستطع أن يفهم كيف يمكن أن تنكشف في فتاة جميلة لها ذلك الطبع المتغطرس المتوحش، كيف يمكن أن تنكشف فيها على حين فجأة طفلة لعلها لا تدرك حقا معنى جميع الكلمات التي تستعملها. فسألها: هل قضيت حياتك كلها في البيت يا أجلايا إيفانوفنا؟ أقصد، ألم تذهبي إلى المدرسة؟ ألم تلتحقي بمدرسة داخلية؟ لا، لم أذهب في حياتي إلى أي مكان، حبست دائما في البيت حتى لكأنني حبست في زجاجة، ولن أخرج من البيت إلا لأتزوج. لماذا تظل تبتسم هذه الابتسامة الساخرة؟ ألاحظ أنك أنت أيضا تسخر مني وتتحيز لهم. أضافت أجلايا هذه الجملة الأخيرة وقد قطبت حاجبيها وظهرت في هيئتها علائم التهديد. وتابعت كلامها فقالت: لا تحنقني، أنا نفسي لا أعلم ماذا يحدث في نفسي. إنني لواثقة بأنك جئت إلى هنا مقتنعا كل الاقتناع بأنني أهواك وأنني ضربت لك موعدا. أضافت هذه العبارة بلهجة غضب. فقال الأمير معترفا بسذاجة وكان يشعر بانفعال شديد: حقا لقد كنت بالأمس خائفا من هذا، أما اليوم فأنا مقتنع بأنك. فصاحت أجلايا تقاطعه لتقول وقد أخذت شفتها السفلى تختلج على حين فجأة: ماذا كنت خائفا من؟ هل تجرأت أن تظن أنني؟ رباه، لعلك كنت تفترض أنني دعوتك إلى هنا ليفاجئونا فتكون مضطرا أن تتزوجني. أجلايا إيفانوفنا، كف لا تخجل من قول هذا الكلام. كيف يمكن أن تنبت في قلبك الطاهر البريء فكرة تبلغ هذا المبلغ من الحطة؟ أراهن أنك أنت نفسك لا تصدق كلمة واحدة مما قلته، بل وأنك لا تعرف معنى هذه الأقوال التي تخرج من فمك. ظلت أجلايا خافضة رأسها ساكنة لا تتحرك كأنها مروعة مما قالت، ثم تمتمت تقول: لا، أنا لا أخجل البتة. ثم من أين عرفت أن لي قلبا بريئا؟ وكيف والحالة هذه تجرأت أن تبعث إلي رسالة حب؟ رسالة حب؟ رسالتي رسالة حب؟ لقد كانت تلك الرسالة تعبيرا عن أعمق الاحترام، وقد خرجت من قرارة قلبي في لحظة من أصعب لحظات حياتي. فكرت فيك حين ذاك كما يفكر المرء في ضياء. قاطعته أجلايا فجأة ولكن بلهجة أخرى تختلف عن لهجتها الأولى كل الاختلاف.
لهجة تكشف عن ندم عميق يشبه أن يكون روعا. طيب طيب كفى، حتى لقد مالت عليه وأجرت بيدها حركة كأنها تريد أن تلمس كتفه لتدعوه بأحسن طريقة مقنعة أن لا يزعل، مع استمرارها على غض بصرها حتى لا تنظر إليه، وعادت تكرر قائلة باضطراب شديد: طيب طيب، أحس بأنني استعملت تعبيرا فيه غباء، وإنما قصدت من ذلك أن أمتحنك. أفرض أنني لم أقل شيئا، إذا كنت قد آذيت شعورك فاغفر لي، أرجوك لا تنظر إلي محدقا في عيني، أشح وجهك عني. قد صرحت منذ لحظة بأنها فكرة منحطة، وأنا إنما عبرت عنها عامدة لألسعك. يتفق لي أحيانا أن أخاف مما أحب أن أقول، ثم إذا هو يفلت من لساني فجأة. وقد أضفت أنك كتبت إلي تلك الرسالة في لحظة من أصعب لحظات حياتك، ثم قالت وهي تخفض صوتها وتعود تطرق إلى الأرض: إنني أعرف ما هي تلك اللحظة التي عانيت، ليتك تعرفين كل شيء. أعرف كل شيء، كذلك صاحت تقول في نوبة انفعال جديدة. وتابعت كلامها فقالت: في ذلك العهد كانت تشاركك بيتك تلك المرأة السيئة التي هربت معها. حين نطقت أجلايا بهذه الكلمات زيلت وجهها حمرته، وشحب لونها شحوبا شديدا، ونهضت فجأة كأنما حركتها اندفاعة قوية بغير شعور منها، ولكأنها سرعان ما ثابت إلى وعيها وسيطرت على نفسها فعادت تجلس. ظلت شفتها تختلج مدة طويلة، وشده الأمير من هذه الاندفاعة التي لم يكن يتوقعها ولا عرف إلى ماذا يعوزها. قالت فجأة بلهجة قاطعة: أنا لا أحبك البتة. فلم يجب الأمير، وساد الصمت دقيقة من جديد. قالت بصوت متعجل لا يكاد يفهم، وهي تخفض رأسها مزيدا من الخفض: أنا أحب جبريل أرداليونيتش. قال الأمير يرد عليها بما يشبه الهمس: هذا غير صحيح. أأنا أكذب؟ تلك هي الحقيقة بعينها، وقد قطعت له عهدا على هذه الدكة نفسها أمسني الأول. ذعر الأمير وبقي شارد الذهن لحظة، ثم قال بلهجة قاطعة: هذا غير صحيح، لقد لفقت هذه القصة تلفيقا، إنك لعلى أدب جم وتهذيب عظيم. أريد أن تعلم أن جبريل أرداليونيتش قد تغير وتحسن، إنه يحبني أكثر من حياته، وقد حرق يده أمامي لا لشيء إلا لكي يبرهن لي على ذلك. حرق يده؟ نعم يده، ويستوي عندي أن تصدق وأن لا تصدق. صمت الأمير، لم تكن أجلايا مازحة، إنما الآن غاضبة. غريب، أيكون قد أتى إلى هنا بشمعة ليحرق يده؟ لست أرى أي وسيلة أخرى يمكن أن يحرق بها يده. نعم أتى بشمعة، أي غرابة في هذا؟ أهذا غير معقول؟ أشمعة كاملة أم عقب شمعة من شمعدان؟ نعم لا، نصف شمعة، عقب شمعة، شمعة كاملة، لا فرق، لا تلح، حتى لقد أتى بعيدان كبريت. وأبقى إصبعه فوق اللهب نصف ساعة. أيبدو لك هذا مستحيلا؟ لقد رأيته أمس، فلم يكن في أصابعي أي أثر من آثار الحرق. انطلقت أجلايا تضحك ضحك طفلة، ثم التفتت نحو الأمير بخفة وفي وجهها ثقة كثقة الأطفال، بينما ارتسمت على شفتيها ابتسامة وقالت: هل تعلم لماذا قصصت عليك هذه الكذبة؟ لأنني لاحظت أن أحسن طريقة يعمد إليها المرء من أجل أن يجعل كذبه معقولا بعد أن يكون قد أخذ يكذب، هي أن يدخل في كذبته على نحو بارع عنصرا يخرج عن المألوف.
عنصرا شاذا، عنصرا نادرا، بل عنصرا لم يسمع أحد بمثله. ولكنني لم أنجح لأنني لم أعرف كيف. وقفهر وجهها فجأة كأن ذكرى قد ومضت في ذهنها، ثم استأنفت كلامها فقالت له وهي تلقي عليه نظرة رصينة بل وحزينة: لقد أنشدتك في يوم من الأيام قصيدة الفارس الفقير، وكنت أهدف من ذلك إلى مدحك، ولكنني كنت أهدف في الوقت نفسه إلى أن أفضح سلوكك وأن أبين لك أنني على علم بكل شيء. إنك يا أجلايا تظلمينني كثيرا، وتظلمين تلك الإنسانة الشقية التي وصفتها منذ لحظة بكلمات قاسية شديدة القسوة. أنا إنما عبرت عن رأيي بتلك الألفاظ لأنني أعرف كل شيء، كل شيء. أعرف أنك عرضت عليها الزواج على رؤوس الأشهاد منذ 6 أشهر. لا تقاطعني، أنت ترى أنني أروي وقائع ولكنني لا أعلق عليها. وبعد ذلك إنما هربت مع رجويين، ثم عشت معها في قرية من القرى أو ضاحية من الضواحي، ثم هجرتك والتحقت برجل آخر. هنا احمرت أجلايا احمرارا رهيبا، وبعد ذلك عادت إلى رجويين الذي يحبها، يحبها حب جنون. ثم ها أنت ذا تصل إلى هنا وراءها زاحفا. منذ علمت أنها عادت إلى بيترسبورغ كما يليق برجل بارع الذكاء، وفي مساء أمس انبريت تدافع عنها وتحميها، ومنذ لحظة كنت تراها في الحلم. أرأيت أنني أعرف كل شيء من أجلها، من أجلها إنما رجعت إلى هنا، أليس كذلك؟ حن الأمير رأسه حزينا مفكرا دون أن يدور بخلده أن أجلايا كانت ترشقه بنظرة ملتهبة، وقال بصوت خافت: نعم، من أجلها، من أجلها، ولكن لكي أعلم أن أنا لا أعتقد بأنها يمكن أن تسعد مع رجويين، رغم أن. ثم توقف عن الكلام. الخلاصة إنني لا أرى ماذا أستطيع أن أفعل في سبيلها، ولكنني جئت، قالت أجلايا أخيرا. إذن كنت قد جئت دون أن تعرف لماذا جئت، فهذا دليل على أنك تحبها كثيرا. فرد عليها الأمير قائلا: لا لا، أنا لا أحبها. ليتك تعرفين مدى الهول الذي أعانيه حين أتذكر الزمن الذي قضيته معها. وما إن قال هذه الكلمات حتى صارت في جسمه رعدة. فأجابته أجلايا: قل لي، قل لي كل شيء. ليس في القصة كلها ما لا يمكنك أن تسميه. لا أدري لماذا كنت أنت بعينك الشخص الوحيد الذي أردت أن أقص عليه الحكاية كاملة. ربما كان مرد ذلك إلى أنني أحمل لك في الواقع كثيرا من العاطفة. إنك تلك المرأة الشقية، مقتنع اقتناعا عميقا بأنها أسقط إنسانة وأفسد مخلوقة على وجه الأرض. لا تنعتها بالعار، لا ترميها بحجر. حسبها ما تلقى هي نفسها من عذاب الشعور بحطة تصف بها نفسها ظلما. ما ذنبها يا رب؟ هي في نوبات حماستها تصيح قائلة أنها لا تعرف لنفسها أي خطيئة أو ذنب، وأنها ضحية الرجال، ضحية رجل ضاعر وغد حقير. ولكن عليك أن تعلمي، مهما تعلن لك من رأي، أنها أول من لا يصدق ما تقول. بالعكس، إنها لا تتهم أحدا غير نفسها، إنها تتهم نفسها وحدها، واعية كل الوعي. وحين كنت أحاول أن أبدد من نفسها هذه الظلمات، كانت تشعر بآلام وتباريح تبلغ من القوة والشدة أن قلبي لن يشفى يوما. ما ظل محتفظا بذكرى تلك اللحظات الأليمة، إنني أحس أن قلبي قد طعن إلى الأبد. لقد هربت مني، فهل تعلمين لماذا هربت؟ إنها لم تهرب إلا لتبرهن لي على خستها ودناءتها.
على أن أفظع ما في الأمر أنها هي نفسها ربما كانت تجهل أن الدافع الذي كان يحركها إنما هو تقديم هذا البرهان لي وحدي. لقد كانت تظن أنها كانت تهرب خضوعا لرغبة عارمة لا تقاوم في أن تفارق عملا مشينا يتيح لها أن تقول لنفسها بعد ذلك: وهذه خصة جديدة تدينك، ألا إنك لمخلوقة دنيئة منحطة. لعلك لا تفهمين هذا يا أجلايا، هل تعلمين أن شعورها الدائم ذلك بخستها ربما كان يخفي وراءه لذة فظيعة مخالفة للطبيعة، هي لذة إشباع نوع من الانتقام من أحد الناس. كنت أنجح أحيانا في أن أردها إلى رؤية الضياء من حولها، لكأنها سرعان ما كانت تتمرد وتمضي في ذلك إلى حد اتهامي بأنني أريد الارتفاع فوقها والعلو عليها. وكان هذا في الواقع بعيدا عن ذهني كل البعد. ثم تعلن لي أخيرا بغير لف أو دوران حين أعرض عليها الزواج أنها لا تطلب من أحد إلا شفقة عليها ولا رأفة بها ولا معونة لها، وأنها ترفض أن يحاول أحد رفعها إليه. لقد رأيتها بالأمس، هل تظنين أنها سعيدة بصحبة هؤلاء الناس؟ وأن تلك البيئة هي البيئة التي تناسبها؟ إنك لا تعرفين مدى سعة ثقافتها ورحابة فكرها، لطالما أدهشني هذا فيها. هل كنت تلقي عليها هناك مواعظك التي تلقيها علي الآن؟ تابع الأمير كلامه دون أن ينتبه إلى لهجة السؤال. لا، كنت أصمت طوال الوقت تقريبا، كنت أريد في كثير من الأحيان أن أتكلم، لكنني لا أجد في الواقع شيئا أقوله. هل تعلمين أن خير ما يفعله المرء أحيانا هو أن يصمت؟ آه نعم، كنت أحبها، كنت أحبها كثيرا، ولكن بعد ذلك حرزت وعلمت كل شيء. حرزت ماذا؟ حرزت أنني لا أضمر لها إلا الشفقة، أنني أصبحت لا أحبها. ما يدريك، لعلها أحبت فعلا ذلك الملك الذي هربت معه. لا، أنا أعرف كل شيء، إنها لم تريد إلا أن ضحكت علي، وعليك أنت أيضا، ألم تضحك قط؟ لا، أقصد أحيانا كانت تسخر مني تخابسا ومكرا، كانت في تلك اللحظات ترهقني بملامات حانقة، وكانت هي نفسها تتألم، ولكنها بعد ذلك، آه، لا توقدي هذه الذكريات في نفسي، لا تذكريني بهذه الأشياء، قال الأمير ذلك وأخفى وجهه بيديه. فسألته أجلايا: وهل كنت تعلم أنها تكتب إلي كل يوم تقريبا؟ فهتف الأمير يقول مضطربا أشد الاضطراب: أهذا صحيح؟ أهذا صحيح إذا؟ فقد ذكر لي أنها تكتب إليك ولكنني أبيت أن أصدق. فسألته أجلايا خائفة: من ذكر لك ذلك؟ رجويين؟ إن رجويين هو الذي حدثني في هذا أمس، ولكن بكلمات غامضة. أمس صباحا، في أي وقت من النهار؟ قبل الموسيقى أم بعدها؟ بعد الموسيقى، في السهرة، بين 11 ومنتصف الليل. آه طيب، ما دام هو رجويين، ولكن هل تعرف عما تكلمني في تلك الرسائل؟ لا أستغرب شيئا، إنها مجنونة. إليك الرسائل. استلت أجلايا من جيبها 3 رسائل مغلقة وألقتها أمام الأمير. إنها منذ أسبوع كامل تتوسل إلي وتتضرع إلي وتبتهل إلي أن أتزوجك. إنها نعم ذكية، وإن تكن مجنونة، أنت على صواب حين تقول إنها أذكى كثيرا مني. تقول لي في رسالتها إنها تهواني، وإنك تبحث كل يوم عن فرصة تراني فيها ولو من بعيد، وهي تؤكد لي أنك تحبني وأنها تعلم ذلك علم اليقين،
وأنها لاحظته منذ زمن طويل، وأنك حدثتها عني حين كنتما هناك. إنها تريد أن تراك سعيدا وتوقن أنني أستطيع وحدي أن أسعدك. وهي تكتب بطريقة غريبة، غريبة جدا. لم أطلع أحدا على رسائلها. كنت أنتظرك. هل تدري ماذا يعني كلامها؟ ألا تدرك هذا؟ هو جنون. كلامها يدل على أنها فقدت عقلها. كذلك قال الأمير وهو يأخذ شفتيه التي كانت تختلجان. سألت: ألست تبكي؟ فأجاب: لا لا يا أجلايا، لست أبكي. ما الذي يجب علي أن أفعله؟ بماذا تنصحني؟ إنني لا أستطيع أن أستمر في تلقي هذه الرسائل. هتف الأمير يقول: دعيها أرجوك، لا تستطيعين أن تفعلي في هذه الظلمات. سأحاول أن أجعلها لا تكتب إليك بعد الآن. صاحت أجلايا قائلة: إذا كنت تقول هذا الكلام فمعنى ذلك أنك رجل لا قلب له. ألست ترى أنها لا تهواني أنا، وإنما هي تهواك أنت؟ إنك أنت الذي تحبه. كيف يمكن أن تكون قد لاحظت فيها كل شيء إلا هذا؟ هل تعلم ماذا وراء كلامها؟ هل تدرك عما تكشف رسائلها؟ إنها تكشف عن الغيرة، بل تكشف عما هو شر من الغيرة. إنها تظن أنها ستتزوج رجويين فعلا كما تزعم أنت ذلك. في رسائلها: لسوف تنتحر غداة زواجنا إذا نحن تزوجنا. ارتعش الأمير وانهد قلبه ونظر إلى أجلايا مدهوشا. لقد شعر بإحساس غريب حين لاحظ أن هذه الطفلة قد غدت امرأة منذ مدة طويلة. شهد الله يا أجلايا أنني مستعد لأن أضحي بحياتي في سبيل أن أدخل إلى نفسها الراحة والسلام والطمأنينة نية والسعادة، ولكنني لا أستطيع بعد اليوم أن أحبها وهي تعرف ذلك. طيب، ضحي بحياتك ما دام هذا يناسبك كثيرا. إنك محسن عظيم، ولا تنادي باسم أجلايا. أنت منذ لحظة قلت أجلايا فحسب. يجب عليك أن تحاول بعثها بعثا جديدا. أنت مضطر أن تفعل هذا. الواجب يملي عليك أن تسافر معها ثانية لكي تدخل الهدوء والسكينة إلى قلبها. ثم إنك تحبها هي. لا أستطيع أن أضحي بنفسي رغم أن هذه النية قد قامت في فكري، ولعلها ما زالت قائمة في فكري، ولكنني أعلم علما لا سبيل إلى الشك فيه أنها إذا بقيت معي ضاعت وهلكت، وذلك هو السبب الذي يدفعني إلى الابتعاد عنها. ينبغي أن أراها اليوم في الساعة السابعة، ولكن قد لا أذهب إليها. إن كبرياءها لن يغفر لها حبي في يوم من الأيام، وسيكون في هذا ضياعها وضياعي، إذ نحن يقينا معا، يقينا بقينا معا. ليس هذا طبيعيا، غير أن كل شيء هنا مخالف للطبيعة. تقولين إنها تحبني، ولكن هل هذا حب؟ هل يمكن أن يكون ثمة عاطفة كهذه العاطفة بعد كل الذي عانيت وقاسيت؟ لا، ليس هذا حبا، هو شيء آخر غير الحب. قالت أجلايا بارتياع مفاجئ: ما أشد هذا الشحوب الذي اعتراك؟ ما ذلك بشيء؟ إنني لم أنم كثيرا، أشعر بأنني ضعيف، تلك هي الحقيقة. لقد تحدثنا عنك حين ذاك يا أجلايا. ذلك حق إذن. هل تحدثت عني معها فعلا؟ وكيف؟ كيف أمكنك أن تحبني بعد لم ترني إلا مرة واحدة؟ لا أدري، في الظلمات التي كانت تحف بي حين ذاك رأيت ما يشبه أن يكون حلما، لعل فجرا جديدا قد أشرق أمام عيني. لا أدري لماذا انصرف فكري إليك أنت أول ما انصرف. لم أكذب عليك حين كتبت إليك قائلا إنني أجهل كيف حدث الأمر. لا
لم يكن ذلك إلا حلما. هربت إليه من ذعري حينذاك، وبعد إذ أخذت أدرس، وكانت في نيتي ألا أعود قبل 3 سنين. أمن أجلها إذن عدت؟ نعم، من أجلها. انقضت دقيقتان في صمت، ثم نهضت أجلايا وقالت بصوت متردد: إذا كنت تعتقد أنت نفسك أن صاحبتك هذه مجنونة، فإنما تأتي من أعمال شادة لا يعنيني ولا يهمني في شيء. أرجوك يا ليون نيكولايفيتش أن تأخذ مني هذه الرسائل الثلاث فترميها في وجهها نيابة عني. ثم صاحت أجلايا تقول بخشونة: وقل لها إنني إذا سمحت لنفسها بأن تكتب لي مرة أخرى سطرا واحدا فسأشكوها إلى أبي الذي سيعرف كيف يودعها في مأوى المجانين. انتفض الأمير ونظر مرتاعا إلى هذا الغضب الشديد الذي اجتاح أجلايا على غير توقع، ثم سقط أمام عينيه نوع من ضباب على حين فجأة وتمتم يقول لها: لا لا، لا يمكنني ولا يمكن أن تحملي عواطفك هذه العواطف. لا، ليس حقا ما تقولين، بل هو حق، هو الحقيقة بعينها. كذلك صرخت أجلايا كالخارجة عن طورها، فإذا بصوت مذعور يسألها على مقربة منها: أي شيء هو على حق؟ عن أي حقيقة تتكلمين؟ كانت إليزابيت بروكوفيفنا أمامها، فاندفعت أجلايا تجيب أمها قائلة: عن حقيقة أنني قررت أن أتزوج جبريل أردالونيتش، وأني أحبه، وأنني سأهرب معه غدا من البيت. هل سمعت؟ هل ارتوى فضولك الآن؟ هل يكفيك هذا؟ وركضت عائدة إلى البيت. قالت إليزابيث بروكوفيفنا وهي توقف الأمير: لا يا صديقي الطيب، لن تنصرف الآن. هل لا تفضلت الآن فصحبتني حتى تشرح لي تصرفك؟ آه، ما هذا العذاب، ما هذا العذاب يا رب، وكل ذلك بعد ليلة لم يغمض لي فيها جفن. فتبعها الأمير.